في نفس السياق أيضا النادي الأهلي بيستعد حاليا للقائه بكرة بنظيره نادي فلومينينز البرازيلي في دور نصف النهائي لمسابقة كأس العالم للأندية على ملعب الجوهرة. نادي الأهلي بتنتظره أرقام كبيرة جدا في حال تخطى بطل أمريكا الجنوبية وإن شاء الله يصل للنهائي. طيب عايزين نتكلم مع حضراتكم عن هذه الأرقام اللي حققها النادي الأهلي بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي والوصول لنصف نهائي كاس العالم للانديه 2023. من الارقام ان شاء الله اللي هيحققها كل التفاصيل دي هيعرفنا عليها الناقد الرياضي الاستاذ عبد العزيز ابو حمر ملك الاحصائيات والتوقعات. يا استاذ عبد العزيز صباح الخير. صباح الخير يا استاذ محمد، يا رافع معنوياتنا دائما، والف الف مبروك للاهلي، وتحياتي لاختنا العزيزه جمانة وكل الشعب المصري. يا اهلا بيك. شكرا لحضرتك. في البدايه هنبدا طبعا مع حضرتك باول رقم معانا، هو غرامة 50,000 فرنك سويسري تم توقيعها على النادي الأهلي بسبب طرد مودست والإنذارات كمان اللي تعرض ليها ثلاثي الفريق. وطبعا يعني نقدر نقول دي ضريبة إنك تشارك في بطولة كبيرة زي كأس العالم للأندية، فيعني إحنا كنا طبعا يعني نتمنى إنه الأهلي يدخل مباراة نصف النهائي ومكتمل الصفوف، وخاصة إحنا عارفين إنه الأهلي عنده إشكالية في اللاعب رقم 9 أو المهاجم الصريح. طبعا يعني الأهلي نقدر نقول إنه هو نادي منضبط، نادي يعني بيشرف الكره المصريه والعالميه الان، لانه الاهلي اصبح في كاس العالم للانديه بعد ما احنا كلنا عارفين انه اكثر نادي شارك في المواسم واكثر نادي شارك بالمباريات، انه ايضا اصبح معروفا واصبح علامه فارقه في الكره العالميه. الاهلي طبعا يعني نادي منضبط وسيتقبل هذه الغرامه، ونتمنى ان شاء الله غياب مودس ولو انه كان احتياط في المباراه الاولى زي ما احنا كلنا شفنا ما يكونش له تاثير على الاهلي في مباراه نصف النهائي امام النادي البرازيلي في لومينيزي. طيب خلينا نعرف من حضرتك، هل لائحه البطوله بتنص على ايقاف في حال الحصول على طرد او انذارات ولا بنكتفي بالغرامه؟ لا، وطبعا لازم يكون في عقوبه فنيه، وعقوبه فنيه هي غياب اللاعب، واللاعب لن يشارك في مباراه نصف النهائي. طيب استاذ عبد العزيز، لو هنتكلم مع حضرتك عن ابرز ارقام النادي الاهلي بعد صعوده للدور نصف النهائي. طبعا استاذ محمد انا عارف انك بتحب الارقام، انا عايز اقول لك الاول الجماهير كلها بتحب الارقام الحقيقه. لبرنامجنا صباح الخير يا مصر، انا كنت عارف انا دايما معيش بكررها كل مره بحكم انه كده الهوم سيك والحنين والانتماء، انا بحب دايما اكون معاكم الحقيقه في صباح الخير. احنا بنتشرف بحضرتك دايما يا استاذ عبد العزيز. وانا عايز اقول هنبدا باحصائيه حصريه لكل المشاهدي ومتابعينا في البرنامج، انه محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الاهلي اللي لعب 64 مباراه في عام 2023 واكثر نادي في العالم يحافظ على شباكه نظيفه 38 مباراه شباكه نظيفه. اقول الاحصائيه مره ثانيه، محمد الشناوي حارس منتخب مصر والنادي الاهلي واكثر حارس في العالم في عام 2023 يحافظ على شباكه نظيفه ب 38 مباراة كلين شيت مع منتخب مصر ومع النادي الأهلي في العام، طبعا اللي هو خلاص فاضل فيه عدة أيام وينتهي. وأنا بقول الإحصائية دي لأنه محمد الشناوي على مستوى منتخب مصر على مستوى النادي الأهلي بيشارك للمرة الثانية في كأس العالم للأندية في نفس السنة. احنا عارفين إن كأس العالم للأندية 2022 أقيمت مطلع العام الجاري، وبالتالي محمد الشناوي عمل أرقام غير نمطية، والحقيقة كان يستحق أن يصبح هو أفضل حارس في العام، مع كل الاحترام طبعا لحارس المغربي المحترم ياسين بونو، لكن الشناوي عامل أرقام خرافية تجاهلها الاتحاد الإفريقي تماما أو لم يكن يعلم عنها بالأساس، أنه محمد الشناوي هو أكثر حارس يحافظ على شباكه نظيفه، وفي 64 مباراه استقبل اقل عدد من الاهداف ايضا، وبالتالي فهو كان يستحق ان يصبح احسن لاعب في افريقيا في عام 2023. الحقيقه انا كنت حابب جدا انه مباراه اتحاد جده، لانها كانت مباراه صعبه جدا في وجود يعني لاعبين مصنفين في العالم، مهاجمين مصنفين في العالم، وعندهم كمان غير بنزيما عندهم رومارينو
وكواردو يعني لعيبه جامده، رومارينو كان يعني محترف في الخليج بفتره طويله، هو لاعب متميز. كنت اتمنى ان الاهلي يطلع كلين شيت، لانه كان سيصبح الشناوي اكثر لاعب في كاس العالم للانديه يحافظ على شباكه نظيفه، ولكن لسه عنده فرصه ان شاء الله في المباراه القادمه. الاهلي طبعا في كاس العالم للانديه زي ما انت عارف اصبح اكثر نادي يشارك في مواسم البطوله 12 مره، اكثر نادي يخوض مباراه 23 مباراه بعد اوكلاند سيتي عنده 18 مباراه، ثاني اكثر نادي في كاس العالم للانديه حقق انتصارات. الاهلي الفوز امام اتحاد جده كان هو الفوز التاسع، ريال مدريد عنده 12 فوز، الاهلي هو ثاني اكثر نادي في كاس العالم للانديه يسجل اهداف، الاهلي وصل للهدف 27، ريال مدريد طبعا عنده 40 هدف. اتفضل معاك الكلام استاذ محمد، وانا لازلت محتفظ ببعض الاحصائيات لحضرتك. طيب يعني استاذ عبد العزيز، ما زلنا نتكلم ايضا عن الاحصائيات، يعني خلينا نروح مثلا لحسين الشحات. حسين الشحات بقى تاني لاعب في تاريخ كاس العالم للانديه بيسجل في اربع نسخ مختلفه بعد كريم بنزيما طبعا اللي كان لاعب في اتحاد جده. هل شايف انه حسين الشحات عنده القدره كمان انه يتخطى كريم بنزيما؟ طبعا إحصائية لافتة ومتميزة، طبعا إن شاء الله رب العالمين إن الأهلي، عارفين إن اتحاد جدة بيشارك هذا العام كمرشح وليس كبطل لآسيا، وإنه اتحاد جدة لا يزال في دور المجموعات الحقيقة في دوري أبطال، سوري، إنه تخطى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023. أنا شايف إنه إن شاء الله الأهلي إذا تأهل مرة ثانية لكأس العالم للأندية، لما لا حسين الشحات يقدر إنه هو يحطم هذا الرقم. لكن أنا عايز أقول لك أختي جمانة إنه حسين الشحات أوريدي عنده رقم يصعب تحطيمه في كأس العالم للأندية، وهو إنه أكثر لاعب في تاريخ كأس العالم للأندية يشارك في مباريات. حسين الشحات عنده 13 مباراة، وهو أكثر لاعب في تاريخ كأس العالم للأندية يشارك في مباراة، هو اوريدي عنده رقم، غير طبعا الرقم المميز اللي حضرتك نبهتيني ليه الحقيقه ما كنتش محضره معانا، اشكرك عليه. شكرا لحضرتك. غير هذا الرقم هو عنده طبعا هو عنده اربع اهداف، ثلاث اهداف مع الاهلي وهدف مع العين الاماراتي، وعنده 9 مباريات مع الاهلي واربع مباريات مع 10 مباريات مع الاهلي و3 مباريات مع العين الاماراتي. حسين الشحات بمشاركته ان شاء الله المره اللي جايه يعني سوف يعني برضه يحقق مزيد من الارقام القياسيه. ايه تاني يا استاذ عبد العزيز معاك من الارقام والاحصائيات؟ يعني انت لسه محتفظ بمجموعه من الاحصائيات، قول لنا عليها يا فندم. الحقيقه انا عايز اقول انه احنا شفنا طبعا السجال، اولا احنا نشكر اشقائنا في المملكه العربيه السعوديه الحقيقه استقبال حافل للنادي الاهلي في المباراه، وبعد المباراه كمان عملوا الحقيقه شغلوا الاغاني اللي هي الاغاني الشعبيه اللي احنا عارفينها، والحقيقه يعني كان احتفال كبير بالنادي الاهلي وروح طيبه جدا من الشعب السعودي، يعني نشكرهم عليها. يعني احنا شفنا السجال مع بعض في بعض وسائل الاعلام، الاهلي حقق اول فوز، يعني قيمه هذا الفوز انه طبعا له قيمه كبيره انه في كاس العالم للانديه، وان الاهلي وصل لنصف النهائي العدد ايضا قياسي من المرات في هذه البطوله. الاهلي يحقق اول مره اول فوز في تاريخه على الاتحاد السعودي الحقيقه، وبعد 5 مباريات و3 هزائم متتاليه للاهلي في بطولات اقليميه، يعني مش في كاس العالم للانديه، ومنهم مباراه احنا عارفين انه اول مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه. انا فاكر الماتش ده كويس، الاهلي اتغلب، عمل كل حاجه واتغلب بهدف محمد نور. طبعا الاهلي بقى 23 سنه بيرد الاعتبار، واحنا يعني مش كده وبس، انا زي ما قلت لحضرتك ده كان 5 لقاء للاهلي امام الاتحاد السعودي تحديدا، والاهلي لم يستطع ابدا الفوز على الاتحاد السعودي على مر التاريخ. هذا اول فوز للاهلي على الاتحاد السعودي في 5 مباريات، كان تعادل اول لقاء ثم 3 هزائم متتاليه للاهلي ثم فوز للاهلي. الاهلي الحقيقه اثبت، يعني خلينا نقول مع الانديه السعوديه الاهلي وصل ل 22 مباراه، الاهلي حقق الفوز ال 11 مقابل 5 انتصارات للانديه السعوديه. طبعا احنا عارفين انه الاهلي واجه 6 انديه سعوديه
في كأس في سوري في كل في كل البطولات، وهي بالتحديد أندية عسير. دي بطولة كانت 1999 كده هاز جون ان نوتس زي ما بيقولوا، مرت مرور الكرام ما حدش خد باله منها، لكن الاهلي لعب في هذه البطوله في المملكه العربيه السعوديه وفاز على نادي اسمه عسير، والاهلي بعد كده اتعادل او اتعادل مره وخسر مره من نادي الرياض، والاهلي واجه طبعا الاربعه الكبار واهلي جده واتحاد جده والشباب و طيب الهلال. استاذ عبد العزيز اسمح لي لانه الحين للاسف يعني وقتنا يعني بدا ان هو ينفذ، لكن خلينا اعرف من حضرتك ماتش بكره بقى بتشوفوا ازاي الفريق كمان البرازيلي. طبعا الاهلي هيلاقي بكره نظيره نادي فلامينينز البرازيلي، هو فريق برده مستواه اعتقد مش سهل، بس حضرتك تقييمك ايه اولا لمستوى نادي فلامينينز، وعندك امل الاهلي ان شاء الله يتخطى هذا الفريق ولا لا؟ طبعا عربيا دي هتكون المواجهه رقم 12 بين الانديه العربيه والانديه البرازيليه في كاس العالم للانديه، والحقيقه فريق فلومينيز زي ما حضرتك قلت من الفرق البرازيليه العريقه المعروفه، لكن الاهلي كسر حاجز الحقيقه مواجهه الانديه السعوديه، واحنا شفنا انه الاهلي تخطى نادي سعودي اظن في النادي البرازيلي اسف في البطوله اللي قبل اللي فاتت، واستطاع الاهلي انه يحصل على المركز الثالث. انا اظن انه الاهلي بالخبرات المتراكمه لدى هذه المجموعه كمان من اللاعبين قادر على انه يحقق يعني يحافظ على اماله. الحقيقه المباراه لن تكون سهله ابدا، لكن اظن انه هي 50-50، واداء الفريق في الملعب ان شاء الله يكون نفس اللي حصل في اتحاد جده، ويكون الاهلي موفق بهذه الطريقه. الاهلي طبعا عنده يعني اشكاليات خاصه في خط الهجوم، وزي ما حضرتك قلت في الاول غياب المهاجم الفرنسي مودست، على الاقل ان هو كان احد الكروت في يد المدرب السويسري مارسيل كولر، لكن انا متفائل جدا انه الاهلي سيدافع بكل قوه عن حظوظه في ان شاء الله. وبكل تاكيد يا استاذ عبد العزيز هناك ارقام، هناك ارقام تنتظر النادي الاهلي لمجرد المشاركه، وارقام تنتظر ايضا النادي الاهلي بعد الفوز باذن الله في هذه المباراه. بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ عبد العزيز ابو حمر الناقد الرياضي.